ربي يبارك فيهم وفي أمثال هؤلاء الرجال. وكما قال الزعماء نحن نريد جزائرا لا تفنى ولا تزول بزوال الرجال. أمة الجزائر أمة ولودة، كما ربي كرمنا بالفريق قايد صالح سيكون أمثاله كثر، والحمد لله رب العالمين. كلمة موالية لممثل منظمة المجاهدين أو مديرية المجاهدين أستاذنا وأبونا بن شراط في حدود 5 دقائق حتى باش ما نطولوش على الناس. لا لا خليه يجي هنا. أنا لا أحسن الكلام باللسان، لكن أحسن الحديث من القلب إليكم وصل القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر كل من ساهم وشارك في هذه المناسبات الكريمة، وعلى رأسهم الشيوخ الزاوية السي عمد والسي غازولي، وغازولي رحمه الله السي عبد الكريم، بالتنسيق مع منظمات المجاهدين والأسرة الطورية، وخاصة حضور المجاهدين في هذا القاعدة، وكذلك مديرية المتحف الجهاوي لبن إنصاف جزاكم الله خير، وأخونا رئيس البلدية نطلب له الصحة إن شاء الله بحضورها معنا، لكن القطاع العسكري والدرك الوطني والأمن الوطني معليش نمثلهم أنا، ومديرة الشؤون الدينية والأوقاف والأئمة جزاكم الله خير، وشيوخ الزاوية وأسرة الإعلام منهم السمجادة وكل الحاضرين المحبين لهذه الصدقة، وكذلك نشكر ممثل المعمل المسند من كل العمال وعاملات، ونتمنى البعض العمال اللي منهم 217 عامل ان شاء الله ينحل المشكل نتاعهم عندها قريب. ولا ننسى دور المرأة الجزائرية الذي عاش في طورة التحرير، وما يعرف المرأة الجزائرية الذي عاش معها الأحداث. لنتوجه بهذه الصداقة إلى الله تعالى ترحما وتذكيرا، وإن الذكرى تنفع المؤمنين، لقائدنا المجاهد المغوار الفارق أحمد قايد صالح، وفعلا كان صالح للشعب الجزائري، رحمك الله تعالى وسكنك في جنانه، والذين بلغت الرسالة والأمانة للجزائر إلى يوم تأسيس رئاسة الجمهورية، وعلى رأسها رئيس السيد المحترم عبد المجيد تبون الراجل المناسب للبلاد والعباد، والدليل على هذا فهو ملتزم بتسيير البلاد مهما هؤلاء أعداء الوطن. رحمك الله يا قائدنا رفيق السلاح في طورة التحرير الوطني. الجزائر فقدت أحد من رجالها المخلصين والمحبين للوطن والشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار،
لنقدم ما نقدمه لهذا الرجل فهو قليل جدا، والذي قدم حياته خدمة وتكريما للوطن والمواطن رحمك الله تعالى، وتركت وراءك رجال زعماء وعظماء في الجيش الوطني الشعبي السليم وجيش التحرير الوطني. ذكرتك يا قائدنا، ذكرتك الخالصة تبقى وستبقى في قلوب زادين الغيورين على وطنهم. كنت دائما تقول في خطابك، كنت دائما تقول لا طموح لنا سوى الجزائر فوق كل اعتبار. رحمك الله يا قائدنا، وسدد خطاك على ما قدمته للجزائر لا غير. وانت اليوم في جنة الفردوس مع الشهداء والصديقين والصالحين. الشكر الجميل بهذه الذكرى، كل الحاضرين في هذه القاعة الشريفة وهذه الوجوه النيرة من رجال ونساء، هذه الملتقى التاريخي، بارك الله بكم، وكل عام وانتم بخير والجزائر بخير. وتحية خالصة إلى جيشنا الوطني الشعبي السليل وجيش التحرير الوطني، العمود الفقري لحماية الجمهورية من يد الجبناء والخونة للوطن وحماية الحدود، وكل الأمن الوطني بإشكاله، مدنيين وعسكريين الذين هم قائمين ليل نهار في ممتلكة الدولة ومملكة المواطنين. ولا نطول عليكم، المجد والخلد للشهداء الأبرار وشهداء الواجب الوطني، والسلام عليكم وتحية الجزائر.